اتحاد الكوره رحنا وعملنا حوار مهم جدا جدا مع الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكره المصري ورئيس لجنه المسابقات. تحدث في البدايه عن كاس الرابطه وايجابيات وسلبيات اعتذار الاهلي والزمالك عن البطوله، تحدث ايضا عن بطوله السوبر الاخيره وسبب ضعف الاقبال الجماهيري فيها. نسمع ونرجع نكمل. يمكن طبعا بطوله كاس الرابطه دي رقم 3. الموسم الاول عملناه وقت امم افريقيا، فعملناه في 45 يوم فتره البطوله بتاعت الامم الافريقيه. البطوله الثانيه كان الموسم اللي فات، كان عن طريق خروج المهزوم عشان ما كانش في وقت وما كانش متاح ال 45 يوم دولت. الموسم ده بنرجع تاني لنظام المجموعات بعد اعتذار الاهلي والزمالك عن الاشتراك. 16 نادي الدوري الممتاز عملناهم تصنيف اول وثاني وثالث ورابع. سيراميكا بس هو اللي حامل اللقب، فبيبقى على راس مجموعه، وبعد كده خدنا بالترتيب تصنيف اول ثاني ثالث رابع. بالنسبه للموسم الماضي بيتلعب دوري من دور واحد، وكل مجموعة أربع أندية، بناخد أول وتاني. أول وتاني المجموعة الأولى بيتقابلوا، أول وتاني المجموعة التالتة عشان ما يتقابلوش مع المجموعة التانية، فبتتكرر عدد المباريات هو هو ونفس المباريات هي هي. فبالتالي المجموعة الأولى بتلعب مع المجموعة التالتة، المجموعة التانية بتلعب مع المجموعة الرابعة. أول بيلعب تاني وتاني بيلعب أول، وبعد كده دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بخروج المهزوم. بقدر المتاح نبدا ان شاء الله يوم 8 و9 و10 الجوله الاولى، بعد كده هنلعب 15 16 الجوله الثانيه، الجوله الثالثه هنمد شويه لغايه يوم 25 عشان في راحه في امم افريقيا علشان الناس تبقى مستمتعه بالمباريات كلها. وعندنا بعد كده يوم 31 ويوم 1 هيبقى دور الثمانيه، و5 و6 الدور قبل النهائي، والنهائي ان شاء الله يتم الاتفاق عليه عن طريق الرابطة والشركة الراعية بتحديد المكان والميعاد بتاعه. فبقدر الإمكان استغلنا أربع مساحات في أمم أفريقيا ما فيهاش مباريات، فترات راحة بين المباريات. نتمنى إن شاء الله إن الأندية تستفيد من البطولة ديت، وبصرف النظر عن الماديات إن الجائزة الأولى 1.5 مليون والتانية 1 مليون، إن الحافز الأكبر هو الاشتراك في كأس السوبر. ودينا شفنا تجربة كأس السوبر الحمد لله نجحت، وسيراميكا شارك بطل لكأس الرابطة الموسم الماضي، وكان النهائي الحمد لله على أعلى مستوى بين المصري وسيراميكا، وكان 20,000 موجودين في ملعب استاد الجيش برج العرب. فأنا أتوقع إن المباراة هتبقى قوية جدا، لأن الحافز بقى قوي جدا وهو الاشتراك في كأس السوبر إن شاء الله. النسختين اللي فاتوا برضو كان الأهلي والزمالك كانوا ما كانش لهم وجود مؤثر، لانه كانوا بيلعبوا بالشباب والبدلاء، فبالتالي ما وصلوش للدرجات الثانيه الادوار، فبالتالي اكيد طبعا مؤثر جماهيريا والاهتمام الجماهير الناديين. انما هي الناحيه الثانيه بقى كل الناس عندها حافز وعندها الهدف ان هي تاخد بطوله، ففي هتبقى مباريات الحماس المباريات الثانيه والتكافؤ بين المباريات كلها هتدي فرصة للأندية كلها. والنتائج احنا شفنا في الدوري النتائج قريبة جدا الأندية مع بعض، وأكيد من الدور الثمانية وقبل النهائي هيبقى قوية جدا في وصول للنهائي. فإن شاء الله أنا شايف إن البطولة هتبقى قوية إن شاء الله. يعني يمكن بعد اختيار أمم أفريقيا، إنما في بعد كده أجندة في شهر 3 وفي أجندة في شهر 6. المنتخب الوطني جهاز كل المنتخبات عندنا، لان هتلاقي برضو ناس شباب هيلعبوا سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب 2005 كابتن وائل رياض، فبالتالي اكيد في لعيبه من دي هتلعب في المباريات ديت، فهتبقى فرصه لكل اجهزه المنتخبات ان هي تتابع المباريات ديت. لان حتى لو اكتشفنا 3-4 لعيبه في البطوله ديت في كاس الرابطه من الشباب، وغير كده حتى اللي موجودين في المنتخبات الشباب او الاولمبي وهيحتكوا بالمباريات القويه ديت، فعدم وجود الدوليين والمحترفين اللي بيلعبوا في المنتخبات الاخرى في الخارج مع امم افريقيا، اكيد في لعيبه هتطلع، في لعيبه اكيد هتبقى هتبان بشكل كويس. انا شايف ان الشكل والجمهور الحقيقه هو عشان الملعب كبير شويه، وكان ايام عمل
لان احنا كانش عندنا رفاهيه الوقت السنه دي في ظل اشتراك الاهلي في مباراه السوبر الاولى مع اتحاد العاصمه. هو في شهر 10 كان عنده السوبر الافريقي وبعدين عنده كاس العالم الانديه في شهر 11، فالموضوع كان ده الوقت الوحيد اللي كان متاح بالنسبه للنادي الاهلي. انما طبعا في ظل الامور ديت والارتباطات ديت ممكن بعد كده بنختار او الايام اللي ما فيهاش عمل في الامارات هتبقى التواجد الجمهوري اكبر. ويمكن شفنا الكلام دوت ان في المباراه الثانيه دايما كان الجمهور بيزيد، المباراه الاولى ما كانش فيه جمهور، انما المباراه الثانيه مع بعد مواعيد العمل كان الجمهور يعتبر متواجد بشكل كبير جدا في الاستاد وتشجيع قوي جدا الموجودين. كمان في ظل ما انت ما تعرفش مين ممكن انديه جماهيريه هتخش بعد كده من الاربع انديه اللي هيروحوا، الزمالك لو موجود طبعا هيبقى في فرصه كبيره جدا للجماهير في السوبر. الانديه الجماهيريه دي كلها يعني كمان لو نادي كمان من الانديه الجماهيريه دخل اكيد الموضوع هيفرق كتير جدا. انما هي شكل التسويقي ما بيبقاش جمهور بس، يعني انك انت بتتكلم على امور تسويقيه مش جمهور بس اللي بيجيب ايراد، انما انت في الاعلانات وفي بث فضائي وفي حاجات كتيره جدا بنجيب لك ماديات كتيره جدا بتفيد الاتحاد عشان يقدر يخدم على المنتخبات وبتفيد الانديه لان المكافآت بتبقى كبيره. في مشاكل طبيعي في المباريات انما احنا بنكبر قوي المشاكل، وفي ناس ليها اغراض شخصيه بتدخل حاجه بحاجه. استغلوا موضوع الكابتن محمد ابراهيم فدخلوا في موضوع الكابتن حسين الشحات، دخلوا امور في امور لاغراض اخرى بعيد عن المباراه. يعني ما اعرفش ايه اللي جاب ديت لديت، يعني احنا قاعد نتكلم على العقوبه بقى لها شهور وموضوع منتهي وموضوع دخل في امور اخرى بندخلها ليه في واقعه حصلت في مباراه وحكم كاتب في تقريره الكلام دوت. والكابتن محمد ابراهيم راجل نجم كبير وممكن اي حد بيتعصب، اي لعيب في المدام بشر ممكن بيغلط ممكن بيتعصب، ممكن توقيت الهدف كان صعب جدا وهو قائد الفريق وكابتن الفريق. فاكيد ما دام في عقوبه يبقى في خطا، والخطا بيتكتب على تقرير الحكم وفي تقرير مراقب واللائحه موجوده والتقرير موجود، واللي عايز يطمن واللي عايز يعرف يعني لازم يقرا اللائحه بتقول ايه عشان يقارن بين واقعتين مختلفين، دي واقعه مع لعيب ودي واقعه مع حكم. والف ب في العالم كله معروف ان العقوبات اللي بتبقى مخالفات مع الحكام بتبقى اقوى كتير مع اي عنصر اخر من عناصر اللعبه. حكم ليه هيبه مختلفه فليه عقوبات مختلفه تماما، فبالتالي ما ينفعش نقارن الحاله ديت بالحاله ديت. واللي ليه غرض شخصي بقى يعني لازم يهدى شويه، لان هو الموضوع الحمد لله الدنيا هاديه، العلاقات بين الانديه كويسه جدا، فما فيش داعي ان احنا نكبر المواضيع ونفضل نتكلم. احنا داخلين على بطولات وداخلين على مسابقات كتير ومنتخب داخل على موقعه كبيره، فنتمنى يعني ان شاء الله الناس كلها تتفرغ وتدي جو من الهدوء للشارع كره القدم ان شاء الله. يعني الحاجات الموجودة في التقرير وواضحة في التقرير، إدارة المسابقات على طول بتاخد القرار طبقا للائحة. أما الأمور اللي هي مش موجودة في التقرير وفي شكوى من أي عنصر من عناصر اللعبة بيروح للانضباط، بيبقى من حق الانضباط لأن الانضباط جهة قضائية عندها القدرة إن هي بتحقق وتفحص وتجيب سيديهات وتجيب وتشوف السيديهات ديت متركبة مش متركبة. عندها أمور إن احنا مسابقات ناخد الحاجات الواضحة بس اللي موجودة في التقرير، نتعامل مع ورق وطبقا للائحة بناخد العقوبة. ده الفرق بين الاثنين. حاجة مش موجودة في التقرير والناس شايفة أو حد شايف إن في مخالفة حصلت سواء بفيديوهات خاصة سواء بحاجة الحكم ما شافهاش أو المراقب، فبالتالي من حق إنه يتحول للجنة الانضباط، ولجنة الانضباط بتاخد القرار بعد التحقيق. طيب الكابتن عامر حسين كمان كلمنا عن رأيه في بطولة الدوري الأفريقي والأزمات اللي بتواجهها البطولة، وأيضا الرد على هل اتحاد الكرة هل رابطة الأندية بتجامل النادي الأهلي. نسمع ونرجع نكمل. يعني يمكن الموسم دوت ان في موضوع السوبر الأفريقي ده واخد مساحة كبيرة، وواخد مساحة كبيرة في توقيت صعب. يعني اتعملت بطولة السوبر الأفريقي وبعدها اتعمل كاس العالم للانديه واحنا اللي عندنا مشارك نادي واحد هنا وهنا، وبعدها في امم افريقيا وبعدين شهر 3 في اجنده دوليه وشهر 6 في اجنده دوليه، ده بالاضافه الى 4 الانديه اللي بيلعبوا في افريقيا عندنا
وبشكل كبير الأندية المصرية بتوصل للأدوار اللي بعد كده النهائية، فبتأجل لها ماتشات كتير لأن عندها ماتشات كتير في الأدوار اللي بعد كده، فبالتالي الأمور ديت بتعمل صعوبة وأنت بتعمل الجدول، خاصة إن في أوروبا بيلعبوا محددين 3 و4 فوسط الأسبوع، ما عندهمش مشكلة ولا في طيران، هم ساعتين بيروح يلعب ويجي، فأنت بتعمل الجدول بتلعب على جمعة سبت وبعد كده بيلعب 3 أو 1 وبيلعب 4 في بطولة أوروبا يرجع تاني السبت، فما بيعملش أي تأجيلات فبتقدر تثبت الجدول. لما تعرف فيك يقول لك أحد أيام في الأدوار الأولى، يقول لك إن كل نادي يحدد أحد أيام الجمعة والسبت والأحد وقبلها ب 10 أيام. طب أنت بتحط الجدول من بداية الموسم، أنت هتحط الجدول على إيه؟ على الجمعة ولا السبت ولا الأحد؟ ما بتبقاش عارف، دي بتعمل لك مشكلة. فلما تيجي تحط الجدول بعدين الاتحاد الأفريقي بدل ما كان يلعب السبت يلعب الجمعة يقدم يوم، يبقى بوظ لك مباراة في النص اللي هي بتاعت يوم الأربعاء، ما تقدرش يلعب أربعاء ويوم يلعب يوم جمعة بره في أفريقيا. فدي الأمور اللي بتعمل مشاكل، بالإضافة طبعا إن 25 يوم بتوع السوبر الأفريقي دول عملوا مشكلة كبيرة، أخدوا مساحة كبيرة، وبعدها دخلنا على كأس العالم للأندية بعدها أمم أفريقيا. فالأمور الموسم ده كنت أتمنى إن السوبر الأفريقي يبقى في سنة ما فيهاش أمم أفريقيا، يعني عشان يبقى في وقت متاح، أو تتعمل بعد نهاية الموسم، لأن حتى أمم أفريقيا الأمم الأوروبية بتتعمل في الصيف، عشان الناس اللي بتقارن بيننا وبين أوروبا يعني. الأمم الأوروبية دايما بتتعمل في الصيف عشان ما يوقفوش الدوريات بتاعتهم. كأس العالم اتعمل مرة واحدة في الشتاء، حصل مشاكل في الدوريات كلها، والدوري الإنجليزي اتأخر، كل الدوريات اتأخرت، وبقى الضغط جامد عندهم في المباراة عشان يعوضوا في الشهر بتاع كأس العالم، عشان مرة واحدة حصل حاجة في الشتاء في وسط الموسم في الدوريات الأوروبية. احنا على طول أمم أفريقيا في وسط الموسم، وما اتعملتش الا في الصيف الا في مصر هنا مره واحده، ورجعوا تاني اتعملت في وسط الموسم. فكل دي مشاكل انت بتشتغل عليها، انت رد فعل، فدي الامور الصعبه بالنسبه لنا. المجامله ديت لما تريح نادي عن نادي، انما احنا دلوقتي لما بنوقف الدوري قبل امم افريقيا اكتر نادي لعب 11 مباراه، هيكون لعب 11 مباراه، الاهلي لعب 6 مباريات، نيجي نشوف الاهلي لعب كم مباراه من بدايه الموسم، هتلاقي الاهلي في مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه ادي مباراه، لعب 3 في أبطال الدوري، ولعب 4 في كأس العالم للأندية، ولعب 4 في السوبر، وفيهم سفريات. فهتلاقي لاعب أكتر من اللي لعب 11 مباراة اللي هو بيقول إن الأهلي مريحينه وكلام من ده، هتلاقي لاعب أكتر من اللي لعب 11 مباراة اللي هو أقصى واحد لعب في الدوري 11 مباراة، 8-9 مباريات فرق الأهلي أكتر، وحسبهم بقى بالسفريات، شوف كم سفرية. انا بعتبر السوبر الافريقي دوت الاربع مرات اللي تلعبه الاهلي لعبهم باربع سفريات، انه بيسافر يلعب على تالت يوم، ولما بيرجع كان بيلعب على تالت يوم، فبيلعب هو على سفر ولما بيرجع بيلعب على سفر، محدش اخد باله من ديت في الموضوع دوت. وبرده بالاضافه لابطال الدوري مباراه ذهاب وعوده ففيها سفر برده، فالامور طبعا يعني بيقولوا من الجامل الاهلي، والناحيه الثانيه الاهلي بيهاجمني على ان انتوا ارحم اللعيبه وانت ضغط على اللعيب. يعني انا في ابو ظبي جمهور موجود مشجع، ممكن يكون مشجعه نادي من انديه، يقول انت مدلع الاهلي، وبعدها بدقيقه اي واحد بيعدي حرام عليك لعيبه الاهلي، انت بتعمل في لعيبه في الاهلي كده ليه؟ فانا مش عارف انا مع هنا ولا مع هنا. فنتمنى بس الاعلام يوضح الامور، والامور دي كلها ارقام، والشهر ممكن يبقى 29 ممكن يبقى 30 31، ما ينفعش يبقى الشهر عندنا يبقى 40 يوم عشان يمشي ده العالم. هو الشهر ما معروف عدد الايام بعدد المسابقات بعدد المباريات بعدد السفريات، لو بس حد تعب نفسه بس بحسبه كده يشوف المنتخب واخد 2.5 شهر من الموسم، الاهلي واخد 20 يوم من السوبر الافريقي و15 يوم في كاس العالم للانديه، 35 يوم و5 ايام من مباراه الاتحاد العاصمه، ادي 40 يوم بالاضافه للايام بتاعه المنتخب، هسيب بيت الايام فاضل لها قد ايه في السنه يعني. طيب ده كلام مهم جدا من الكابتن عامر حسين. اتكلم كمان عن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني ومشروعه لمنتخب مصر، اتكلم كمان عن ميكالي والمنتخب الاولمبي، نسمع عليه ايه ونرجع نكمل. المنتخب الوطني الاول والجهاز الفني، لانه الجهاز الفني احنا وانا شايف انه على اعلى مستوى، ودليل ان على مستوى هتلاقي الخلاف في الاسماء اللي طلعت على اسم واحد او اثنين بالكثير، وده يعتبر انجاز في اختيار، لانك انت اللي بيعترض على اسم او اثنين ما عندوش الخلفيه بتاعه المنتخب. ولو رجعنا لمباراه الجزائر الاخيره
اللي بعتبرها ان هي كانت البروفه الاخيره بشكل المنتخب واللعيبه اللي كان محضرها بالكابتن حجازي اللي جابه عشان يقعد مع اللعيبه في اخر يومين عمره كان لسه مصاب ما رجعش. فمن يعني اللي بيتعمق في فكر المدير الفني مستر فيتوريا اكيد هيبقى عارف ان الراجل محضر شغله كويس جدا. احنا كاتحاد كوره من اول يوم محدش بيتدخل نهائي، حتى الكابتن حازم والمشرف على المنتخب ما بيتدخلش، هو بيوفر للراجل بيوصل لنا طلباته ايه وبيساعده في الطلبات ديت. انما تدخل في شغل حد لا، احنا منظومه الحقيقه كل واحد يشاف شغله، شغلنا ان احنا نوفر له المعسكرات بالتنسيق مع الشركه الراعيه ما بتاخروش علينا، وهو الراجل للملعب وللاختيارات وليه فكره وليه هو عارف قاعد معانا 4 سنين عارف هيطلع عنصرين ثلاثه من الصغيرين عشان بيحضر لقدام، مش واحد زي اي حد جاي يقعد بطوله او 6 شهور ويلعب بطوله ويمشي وبعد كده اعملوا اللي انتم عايزين تعملوه هاجموني زي ما هاجموني. لا ده راجل قاعد معانا فمصلحته من مصلحتنا، فنتمنى ان شاء الله بس اهم حاجه توفيق ربنا ان شاء الله في المباريات. مستر مكالي من اعظم المدربين اللي انا شفتهم، يمكن معسكرات كان كتير في اسكندريه، حضرت تدريبات كلها، راجل واخد ميداليه ذهب مع منتخب البرازيل قبل كده. المنتخب ده في ناس اتهربت منه ما رضتش تمسك ليله اللعيبه اللي موجوده في الدوري العام كانت بتلعب وقتها، بعد الاشتراك مع المنتخب الاولمبي وبعد المباراه والبطوله الكبيره اللي عملها في المغرب رجعت كل اللعيبه بقت اساسيين في الانديه بتاعتهم وبدات انتقالات بين اللعيبه ديت. الراجل شغال في هدوء تام، الراجل بيشتغل عارف ان منتخب صعب لان ما فيهوش اجنده دوليه منتخب الاولمبي، فبالتالي كنا بنسرق له الوقت من غير ما حد يحس عشان يعمل المعسكرات ويعمل المباريات الوديه بتاعته. لا جهاز على اعلى مستوى، نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الاولمبياد ان شاء الله. طيب دي كانت تصريحات خاصه لينا من الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالرابطه الانديه وعضو اتحاد الكره المصري، اتكلم فيها في كثير من الامور المهمه ورد على الاسئله الكتير المهمه ايضا